السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا آخر التدريب لكل من بدر هاري وجمال بن صديق. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. بعد تعافيه من الإصابة، جمال بن صديق يعود من جديد للتدريب. تدريب اليوم كانت خاصة بردة الفعل، أما بالنسبة لبدر هاري فهو لا زال في التدريب الخاصة بالتقوية العضلية ميسكيلاسيون. والكل كيعرف أن بدر هاري في هذه السنين الأخيرة فقد بزاف من البنية العضلية. بدر هاري الآن كيقوم بمجهود كبير من أجل باش يحصل على كتلة عضلية ضخمة كما عرفنا عليه في السابق، وهو الآن كيتوفر على الوقت الكافي إن شاء الله لكي يكون مهيئ للنزالات القادمة. لحد الآن منظمة غلوري للكيك بوكسينج مازال معلنات على النزال ديال جمال بن صديق ضد الهولندي ريكو فيرهوفن، وكذلك مازال معلنات على النسخة 78 لهذه المنظمة.